الحاج بالعيسى، السلام عليكم. وعليكم السلام. حبينا تعرفنا على هذا الدوار، على هذا البقعة، على هذا. أنت يا بصفتك مجاهد، وأظن أنك كنت مسؤولا، ماذا بنا تزيد تعرفنا أكثر؟ إن شاء الله. على كل حال، البقعة هذه يسموها العباضل، وقت العباضل، والبيت هذه اللي رانا بها نتاع ميمون بن عودة، وعطي له اسم حربين عيطوا له قارة بن عودة قارة، هذا يعني اسم حربين تاع الجيش تاع الجنود. صح. السيدة هذه كنا حنايا نعيطوا لها دايرين الاسم اللي بها نعيطوا كي تحكموا تجي في الليل ولا حاجة، نعيطوا أم الشيخ. كي نعيطوا أم الشيخ تعرف باللي جنود. على كل حال، كان عندنا مركز لهنايا، كنا دايرين مخبل هي، والبلاصة هذه هنايا يعني ما العسكر كي يجوا من هي معصا يصب عليهم الحلبة يهودوا هنا، كي يجوا من هي ثاني كي يصب عليهم كي يشوفوا غير بيت واحد كانت لهنا مع هذا الوسم، ما كانش هكذا هذا الغابة اللي راهي ضو كثيفة بزاف. كنا هنا كانوا منقيين بحال هكا، كانت الدعوة شوية ماشية، باينة لهم باللي يعني بيت لهنايا تبان بيت نتاع واحد يعني متوسط وخلاص. هذه على كل حال المعلومات هي كانت في الفلاش تنشط، كان على كل حال يعطوا لها كذا رسائل، يعطوا لها كذا دوك مناشير، يعطوا لها كذا توزعهم في الفلاج، ليش يعني بروات هكذا قدام الفلاج. وين هو سلحج؟ تاع مسينة. تاع مسينة. إيه. من بعدها وقعت عليها اسم بدات متبوعة شوية. الجيش على كل حال اتفاق حربها. جابوها لهنا، جابوها للمركز هذا هنا، المركز هذا هنا كان يعني مركز استراتيجي كما يقولوا، يعني كنا كي تجي لهنا تكون مأمون شوية. جابوها لهنا يوم بعدها خمو هذاك الوقت مانيش عارف سي حمو ولا شكون اللي سي حمو في ذاك الوقت. ايوا هما لا الشيخ بن عودة هذا كان عنده ابنه هذا الطيب الله يرحمه مسكين. الله يرحمه. على كل حال خمو قال هذا مركز ورانا صايبينه، وهذه ثاني راهي على كل حال يعني مناطرة، ما لا نعطوها للسيد هذا. عطوها له لبنو للطيب هذا. على كل حال بقى المركز اللي هنايا يسمى المركز، كان نهار الاول المركز، وزاد كي جابوا واحده يعني اللي هربوها من الاستعمار، وعرفوا واحد اللي متبوع من طرف الاستعمار. على كل حال اصبحنا يعني كان عندنا كانما زوج وسوم، زوج حجج. على كل حال كنا كي نجوا لهنا يكونوا مطمئنين. الشيخ نتاعها بن عود الله يرحمه كان العمل نتاعو كان اصحاب الحجامه هذوك كما يقولوا احنا يقطع الدم، كان يسكن فيه يروح البوكافيل. اما لا، وكان واحد العساكري كان خادمه هو من الجهه الشرقيه يقولوا له البغدادي، هذا الاسم نتاعو اللي كنا نعرفوه به. على كل حال هذاك البغدادي كان طنجمان عند اليطنة. كي يجي كاش واحد هكذا يبيع كاش واحد ولا كذا ولا قال على فرنسا تبغي تخرج ولا فرنسا كما قالت يعني تبغي تخرج ولا اي حاجه الحصول اللي من السفاره، على كل حال هو يجي فايد من جهته. والشيخ بن عوده هذا كان نبهي دايم داير واحد حذاه يعني يفهم المهنه، كيكون داير يقرون هذوك الانسان كلا يديروا في الحجامه، على كل حال باهي يروح ويخليه لاصقين هكذا كلا خلي واحد يقول له مين يشوف هذاك العساكري طار من جهه الجيطون هكذا وخزيو، اما لا يتفاهموا بعينهم، يقول السيد هذاك ريح لهنايا وهو يخرج. اما لا، عنده واحد الحمار حاشاه مبيض يجي من على الجهه هذه من يجي من الواد الواد هذاك العساكري، يعني الورقه اللي سيبها قدامه كارت نتاع سكر او نتاع دخان او اي حاجه هكذا يدير ربع حروف ولا خمسه، قال هاشتاكين ولا هاشتاكين هاشتاكين، ولا راح جا واحد هكذا يقول له هاشتاك باع هاشتاك ذا، فراس يخرج يعني كي تكون حاجه بتمثيل ايرجنس. الشيخ بن عوده هذاك يجي في الوقت، واذا كان عندها وقت حتى يكمل الوسم نتاعو ويجي لدارو ديالو، يخلي هذاك فما قلت لك تكون حاجه ايرجنس ويجي لهنايا. كيجي على كل حال يلقانا لهنايا دائما يعني تصيب واحد زوج هنايا ثلاثه، هما لا يعطي لهم هذيك الوسمه ويرجع للزايله نتاعو. هذه هي الخدمه نتاعو. يعني البيت هذه نقول لك يعني كنا مستراحين فيها في نعفوره، يعني خدموا وكانت واحدة ثاني عجوز هذا على كل حال عجوز زينوية نطحنا خير الله يرحمها نديروها ثاني كنا يعني خدموا يعني ما شاء الله يعني، وخيمتهم كانت يعني نقول لك خيمة يعني محترمة نتاع 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 جيش تحرير. على كل حال وبنسيب هذا كان من هي لحد الصراحة احنا ما نقعدوش عنده،
لكن مطالع بكلش وشايفنا كلش. احنا هنايا اللي كانت شفنا من الدرجه من هيه اللي بغيت نروحوا من هي يعني نجبوا هنا لو سما كاين واحد العين هنا في الواد واحد يبغى يروح يغسل ولا يتوضا ولا حاجه كاينه في المواسم هاو ويجي يعني كان في الطريق هنا ديالك ويجي يدخل لهنايا نضلوا هنايا على كل حال وكاين يبغوا يخرجوا الطريق نتاعنا منا منا ونطلعوا على واش ممكن يقول له الدقه بشهر لا 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 فرغ هذا اللي فوق الطيب الطيب بن عيشه الطيب بن عيشه على يعني كل حال نبغي نهضر على واحد بغى يهلكنا ولكن ما نجمش نذكر اسمه. علاش هضر على على كل حال ومن بعدها في التالي كاين واحد كنا نفوتوا عليه منا نجوزو انا كنت انا محاب العيد في هذاك الوقت انا كنت محاضر وهو المعيد ومن بعدها على كل حال كي رحت تلقى هو كي هو قبض الناصر كان ناصر من تاع القسم كي قبض الناصر هذاك على كل حاجه قبضته فرنسا داروني انايا في بلاصتو في القسم ومحاب العيد وكان محافظ بحال بقيت ندور من هذه هذا الوجه كنا ناخذوا منه ونجيبوا له العبايد هو على كل حال نفوتوا قدامه هذا السيد بحال اسمه ما نذكروش ربي يرحمه على كل حال من بعدها العسكري هذا اللي انا نهضروا عليه اللي يقولوا له البغدادي كان ترجمان ما لا بعث لي عليه رساله قالوا راه مجو عندي واحد يقولوا له سي بن عيسى وواحد يقولوا له محاب العيد يعطيني كابوس نقضي عليهم قالوا مرات يدهموني هكذا في الليل يشربوا ولا هكذا ولا يضمنوني على حاجه قالوا نقضي عليهم اما لا اليوطنا هذاك ما بغاش قالوا نعطيك الكرونات قالوا لا الكرونات فين هو كان حيلي قالوا الكرونات ما نجيكم بها والمسيح قالوا يقضي هي صالحه قالوا لا اعطيني كابوس قالوا نضربهم على غفله السيد هذاك بعث لي رساله على كل حال انايا قبضت واحد الليله وجيت ليه يعني يوم ما اذيتوش والحق حتى 62 انايا الشيء اللي واسيتو له قلت له شوف يا فلان انت يا راك مبيوع وراك حبيت تفتني انا ومحاب العيد وراك دوما نديتو اليوطنا على مسدس باه تقضي علينا هكذا ولا لا السيد نقول لكم قبضتو الحمه بدا يصفق قول له ماشي هكذا قول لي قول له نخبرك انت راك بايع روحك قلت له هذاك اليوطنا اللي راك تحكي له يخدم مع الثوره اللي فرنساوي لو باسكو ليا عنده وليداتو هذاك فين خايف عليهم يحوس ما يموتش وانت يا اللي راك هنا في وسطنا يعني وحبيت باه تأذينا باش اقول له خبرك شوف لو تعاود وتجي تروح عندهم وتجي تقول لهم كذا ولا حاجه ما خبرك نعطيك لك امر هذاك اليوطنا ينحيك ما بغيتش نقول له بلي اني كاين واحد اخر اللي يجيب لنا خير قلت له هذاك اليوطنا ينحيك بالامر تاعي نقول له اقضي عليه هذاك يقضي عليك اما على كل حال بدا شويه متخوف وما بداش يروح بصح منين نمروا فما نفوتوا قدامه مش كاين منين شفنا يعني محار العمر اللي ما تخرج صح نطمنوا انا دائما نقول له ما تخافش ما تخافش ما تخافش تهلا يقعدي كيما راك هكذا وخلاص على كل حال البقعة هذه هنايا عندنا في هذا العباد الله هنايا كان حقك يقولوا له بالشهوب ولا ايوا حب الشهوب ايوا كان عن الشفار لا خلينا من طيب الشفار طيب الشفار قضى عليه جيش ايه محمد حق يقولوا بالشهوب ولا ايه بالشهوب كان عندنا اللي هي في دائما على هذوك الاشتراك كان عندنا واحد من المناظرين تاع الفريد هذوك اللي لا هذو كامل هي إيه. عندنا في ولاد احمد هذوك اللي هي ولاد سي احمد كان عندي واحد يقولوا له الشيخ العروسي سمع به الشيخ العروسي وجيت للدفيله نتاع وانا هذا كنت بالوسيطه نتاع الشيخ بن عوده هذا اللي نهضروا عليه هو المجلس هذاك يعني بالوسيطه نتاعو هو اللي يعني كان يلايم على واحد السبعه ولا ثمانيه من تاعهم فما باسكو هذوك كانوا مسلحين يلايم عليهم الاشتراك على كل حال ويجيبوا بن عوده هذا يعطيه لنا ويبعث لي هذاك دائما رساله على كل حال شكرا في الحاج تفضل الحاج بن عيسى احكي لنا على السكنه نتاع عبد الغوال هذه كيفاش على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم بودية محمد هذا المدعو بالغوال كما نعرف هو على كل حال هو كما قال بنو يعني في البداية وهنايا هذو عرش سليل هنايا كان معهم ما يتفاهموش هذو هنا بني زجة ما يتفاهمش معهم يكرهوه صورتو ها ولاد الحسن هكذا ولاد الحسن هذو بس كل احنا ما مش بعد علينا
هو كان يعني قال الاتجاه نتاعو متوجه للبقعه نتاعنا حنايا، يبغي عمي محطار هذا ومن هذاك المحبه حتى تناسبهم هو وياه. والشيباني وعمامي، كان عمامي زوج والشيباني ابوي كانوا ما سمعهم، على كل حال هما اللي يسمى هما اللي جابوا له المجاهدين لهنا. إيه؟ وفي ذاك الوقت بعد خلب الاشتراك صافي داروا تبرع، حسب المعلومه تاعي في هذاك الوقت هو داروا عليه 10,000 فرنك تبرع، 10,000 فرنك الدنيا محسوب هذا الفلاح الكبير يديروا عليه 1000 فرنك. إيه؟ هو داروا عليه 10,000 فرنك. على كل حال استعد ايوا من بعدها دخل النظام، بقى على كل حال من بعدها الجيش يعني تكون محافظين كون كذا. صح كان هنا عندهم بومدين هو الاول خدم من لهنايا، وجاوا محافظين يعني متعاقبين هذا بعد هذا هذا بعد هذا. هو كتلته فرنسا 57. على كل حال الدار نتاعو هنايا بقات يعني مركز نتاع الجيش، ابنه هذا بسليمان على كل حال هو كبير انسان يعني ماشي كراه امامي، يعني انسان صح يعني مسب العمر الشيء اللي نقولوا عليه يجيبوا. والكتان هذا اللي جابوا صحيح جابوا من وحرن وجابوا الشلف خلاه في الوسم في لاكار في لاكار، وجابت عند واحد بن عمه يقولوا له بوديه محمد ولد حنبل قدور، ولد حنبل قدور جابوا عنده ما بات عنده، ومن بعدها ما نشعر كذا تباع. اما لك تباع جاوا داوه في الليل، دخلوه داوه في داروه في بيت الماء، هذا اللي كان يقول لكم بت في القصعه نتاع في القصعه نتاع بيت الماء، داوه من داره ما من عند من عند ولد عمه هذا. عمه هذاك وفي هذاك الوقت ما حتى نبهوا الكواط نتاعو ودراهم وكذا خلاهم تحت المطرح. اما لو وراح له كلش في ذاك الوقت. على كل حال هو يعني بقى يخدم يعني الشيء اللي نقولوا له عليه. جاب لنا لي ماشينه كودر هذو صح نتاع الخياط، وكاين فان الذكر فاني كينيا للتاريخ، كانوا فان واحد زوج نساء فاني كينيا مره نزلوا من بعد نيه هاك. مثل ما جابوا لنا واحده جابوا حبشيه جابوا لنا ماشين، واحده حديدي فاطمه وواحده بوجلال فاطمه. حديدي فاطمة هذه كانت مزوجة في الخميس اللي من الخميس هكذا اللي فوق الخميس هكذا مليانة مليانة، كانت مزوجة في الماء مع مجاهد وزوجها يعني كان مجاهد واستشهد وهي الأصل نتاعها مشرف. كنا دايرين معها خيط على كل حال، كانت تجينا لهنايا جابتنا الماشينة هي مع هذه بوجلال فاطمة، جابوا مرابدينهم على رسالهم وجاو من هكا مع الطوطة منهم حتى لحقوا لهنايا يوم الواد هذا. وكي يجوا غير لهنايا المركز هذا هو نتاع عمو هذا تبو تاعهم هذا بودية اللي كان يهضر عليه عمى عمى، ولا كنت في العمى نقول لك تصيب اكثر من اللي بعينيه. عندنا هذا وعندنا هذا واسمه قدور اللي قدر قدور تاع المطمع قدور قدر المطمع يعني هذو الخدمه اللي يخدموها هذا النساء بها نقول لك يجيبوا حتى السعف نتاع الكاطو ويخدموه نتاع اليد في هذاك الوقت يعني عزراوين يجيبوا بالسعف يجيبوه هنا لهنايا يجيبوا تبرعات يتبرعوا من عند النساء فيما يليموا كسوة كسوة هذه كنا نليموا هون ندوا اصحاب الجبل اللي ممنوع عليهم السواق ومنع عليهم كذا يعني يلموا كيما الشيبون. على كل حال هذا البيت اللي هنايا كانت يعني مقر نتاع المجاهدين. مجاهدين يعني دائما كي يجوا لهنايا يرتاحوا، كان يعني هنايا البلاصه هذه لهنا بسكوليه الى العسكر قليل وين يجوا من هي قليل عندك يجوا من هي يجوا من هي برك يبانوا هذيك كلها من منا يجبوا من هذا انا لما يطيح في الواد كاين منا وكاين واحد الغيره اللي يسموهم غيره المطنطيه هذوك منا كي تدخل فيما فيهم خلاص فيهم الطياره ما دار فيهم ولا لا كاين منا راح وكاين اللي يجبوا منا مره كاين زوج مجاهدين خرجهم منا وداهم الواد من الشعبه هذه الوعزاني وما نشاء الوعزاني ايوا كان يعني الشافي والبغدادي البغدادي ها احنا البغدادي ود نتاع ظهر اللوز هذا بويو هذاك يقولوا له سليمان صافا من ظهر اللوز هو ايه على كل حال جبهم منه ودهم يعني من ناحيه هكذا وما راح الا المهم يعني بالتقصير يعني انسان كي هو كي الزوجه نتاعو كي عيال بويو هذه الله يرحمها الله يرحمه يعني نقول لك خدموا يعني ما شاء الله.